بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الحمد لله رب العالمين، جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس، تأملوا لماذا خلقتم، وتأملوا إلى أين تصيرون، فإن العاقل يتدبر ما هو فيه وما هو مقبل عليه، فيستعد لما أمامه. والدنيا دار ممر، والآخرة دار مقر. والدنيا دار عمل، والآخرة دار جزاء. فاعرفوا واقعكم رحمكم الله. كل يفكر في نفسه، ماذا أعد للقاء الله سبحانه وتعالى. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أنزل الله سورة قصيرة كلكم تحفظونها، حتى الأطفال والنساء كل يحفظها، وهي سورة العصر. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الإمام الشافعي: لو تأمل الناس هذه السورة لكفتهم، لو تأمل الناس هذه السورة لكفتهم في أن تكون منهجا لهم يسيرون عليه وينجون به، فهي كافية بمعنى أنها ترسم لك طريق الفلاح وطريق النجاة. والعصر، أقسم سبحانه وتعالى، أقسم بالعصر الذي هو الوقت والزمان، الليل والنهار، لأن العصر هو محل العمل. الليل والنهار محل العمل، إما بالخير وإما بالشر. فالإنسان لا يبقى بدون عمل، لا بد أن يعمل إما في الخير وإما في الشر. فانظر رحمك الله مع أي الفريقين أنت. إن الإنسان لفي خسر، كل إنسان لا يستثنى أحد، لا الملك ولا الصعلوك ولا الغني ولا الفقير ولا الذكر ولا الأنثى ولا العربي ولا الأعجمي، كل إنسان فهو خاسر يوم القيامة، خسارة لا تعوض. إلا من اتصف بأربع صفات ذكرها الله في هذه السورة الوجيزة. الصفة الأولى: الذين آمنوا، آمنوا بالله سبحانه وتعالى إيمانا صادقا لا يعتريه شك. ولا يؤمن الإنسان إلا بالعلم، لأن الإيمان فرع عن العلم، العلم الشرعي. إلا الذين آمنوا، هذه الصفة الأولى. وأما من لم يؤمن فهو باق في خسارته. كل كافر وكل مشرك وكل من لم يعمل عملا صالحا فإنه لا يخرج من هذه الخسارة، إلا الذين آمنوا. الصفة الثانية: عملوا الصالحات، لأن العلم والعمل قرينان، الإيمان والعمل قرينان. لا يكفي أنه يؤمن بالله ويصدق بالله، بل لا بد أن يعمل. فالإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية.
هذا هو الإيمان، آمنوا وعملوا الصالحات. أما من آمن وصدق ولكنه لم يعمل فهذا لا ينفعه إيمانه، هذا لا ينفعه إيمانه لأنه لم يعمل، وإن كان مؤمنا مصدقا بالله سبحانه وتعالى لا بد من العمل. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الصفة الثالثة تواصوا بالحق، لأنه لا يكفي أن الإنسان يكون صالحا في نفسه، بل لا بد أن يسعى في إصلاح غيره، وذلك بالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب استطاعته ومقدرته. وأول من يبدأ به أقاربه، وبالأخص من في بيته، فإنه مكلف بهم، ولأنه راع عليهم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. بماذا تقون أنفسكم وأهليكم هذه النار؟ بطاعة الله عز وجل وبالعمل الصالح. لا سبيل إلى النجاة من النار إلا بذلك. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع، وأنذر عشيرتك الأقربين، فتبدأ بمن تحت يدك من أهل بيتك من أولادك ونسائك وكل من ولاك الله عليهم. فبيتك هو مملكتك، الملك لا يتدخل في بيتك، أنت المسؤول عنه، ولك اليد فيه أن تضرب وأن تؤدب من عصى الله ورسوله، أنت المسؤول عمن في بيتك. الصفة الرابعة تواصوا بالصبر، لأن الذي يعمل الصالح الأعمال شاقة وتحتاج إلى صبر، وإلا إذا لم يصبر ترك الطاعات، يمل ويتركها ويكسل، يعجز عجزا كسلا لا عجزا بدنيا. لكن إذا صبر على طاعة الله وصبر عن ترك ما حرم الله، فإنه حينئذ يكون قد أنقذ نفسه ولا ينقطع عن العمل إلى الموت. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وهذا يحتاج إلى صبر على طاعة الله وترك ما حرم الله. وكذلك الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى الله، يتعرض لأذى الناس ويتعرض لما يلاقيه منهم، وقد يقتلونه أو يضربونه أو يوبخونه ويهددونه، ولكنه يصبر على ذلك. ماذا لقي الرسول صلى الله عليه وسلم من أذى قومه وتطاولهم عليه؟ وماذا لقي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من أممهم؟ لكنهم صبروا وتحملوا وواصلوا الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا هو الصبر، وهو ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، والنوع الثاني صبر عن محارم الله، والنوع الثالث صبر على أقدار الله المؤلمة التي تجري عليك، اصبر عليها ولا تجزع ولا تتسخط من قدر الله جل وعلا، واعمل لنفسك ما ينقذك من العقوبات ومن النكبات، تب إلى الله عز وجل. فهذه السورة حصرت السعادة في هذه الصفات الأربع. فهل تأملناها؟ هل اتخذناها منهجا لنا في حياتنا؟ والقرآن كله، كل القرآن وكل الأحاديث تفصيل لهذه السورة،
لأن كيف تعمل وكيف تترك إلا بما أمر الله في القرآن والسنة وما نهى الله عنه. فهذه السورة رسمت لك الطريق الصحيح وتفاصيلها في كتاب الله عز وجل. اتقوا الله عباد الله ما دمتم على قيد الحياة وفي زمان الإمكان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، وهو القبور، ثم يبعثون منها للجزاء والحساب. ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، ثم يبعثون منها إلى أين؟ إلى الجنة أو إلى النار. فاتقوا الله عباد الله، تأملوا كتاب الله واعملوا به لتنجوا من عذاب الله. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بما فيه من البيان والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على فضله وإحسانه، وأشكره على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله فتح لكم باب التوبة وباب الاستغفار. فإذا حصل خلل في العمل وصدرت معاصي من الإنسان فلا يقنط من رحمة الله، لا يقنط من رحمة الله، لكن لا يعتمد على الرجاء فقط ويقول الله غفور رحيم والله تواب ويتمادى في المعاصي. لا، يبادر بالتوبة، يبادر بالتوبة. لا يقول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. يغفرها لمن؟ للمستغفرين التائبين إلى الله. والتوبة معناها ترك المعاصي والابتعاد عنها وعدم الرجوع إليها والندم على ما حصل. هي التوبة في اللسان فقط بدون عمل وبدون إصلاح. إلا الذين تابوا وأصلحوا، لازم من إصلاح ما أفسدت بالمعاصي. فالله جل وعلا فتح لكم باب التوبة وفتح لكم باب المغفرة إذا تبتم إليه توبة صحيحة. وسيأتي يوم يغلق هذا الباب، باب التوبة. متى؟ عند الموت. عند الموت كل يتوب، لكن لا تقبل التوبة. إن الله في الحديث الصحيح إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، يعني ما لم تبلغ روحه الغرغرة ولم يبق إلا قبضها من جسمه، حينئذ لا تقبل التوبة. وكل إنسان لا يدري متى يموت، فعليه أن يكون تائبا دائما متهيئا للموت. متى نزل به من ليل أو نهار فإنه يكون تائبا إلى الله عز وجل ولا يكون متحملا لذنوبه. فأكثروا من التوبة والاستغفار، وأكثروا من الطاعات والعمل الصالح، وابتعدوا عن الذنوب والمعاصي لتنقذوا أنفسكم من النار. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي
وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم اجعل هذا البلد آمناً مطمئناً، وسائر بلاد المسلمين عامةً يا رب العالمين. اللهم كف عنا بأس الذين كفروا، فأنت أشد بأساً وأشد تنكيلاً. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح سلطاننا، واحفظ علينا أمننا وإيماننا واستقرارنا في ديارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنقذ المسلمين في كل مكان من شر أعدائهم يا رب العالمين. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. لئن لم يغفر لنا ربنا ويرحمنا لنكونن من الخاسرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب. أعلموا أن الله سبحانه وتعالى يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. فاذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم.